ذكرت قبل كده ان في مشاهير ايضا كان بيعالجهم الدكتور شريف عباس وبالفعل اداهم نفس الدواء. هل حضرتك تعلم ان في منهم توفى او على قيد الحياة؟ والله انا اقول لحضرتك المعلومات اللي عندي غير المدققة مني، انه كان يعالج مرحوم سمير غانم وحرمه المرحومة دلال عبد العزيز، وهو كان بيعالجهم بنفس الدواء. وعندما وجه له الأستاذ عمرو أديب سؤال: هل أنت عالجت مشاهير بهذا الدواء الذي أدى بحياة وائل إبراشي؟ سأله هذا السؤال أكثر من 10 مرات وكان يتهرب من الإجابة عليه. ولما أصر الأستاذ عمرو أديب على السؤال رد عليه: إنني لا يحق لي أن أتحدث في أسرار ناس. فكانت إجابة عمرو أديب عليه: إن لم نطلب منك أسماء، نسألك عن واقعة. هل هناك مشاهير توفوا من هذا الدواء؟ تملص وأخذ يراوغ ولم يرد على هذا السؤال، ولكن يقيني إنه كان يعالجهم بهذا الدواء أيضا. بس لسه ما فيش إثبات بذلك. لسه طبعا لو ده أثبت حضرتك هتحطه مع أوراق القضية. طبعا أكيد كل حاجة أكيد. حضرتك ممكن تذكر لنا العلاقة اللي كانت ما بين الإعلامي وائل إبراشي والدكتور شريف عباس، خاصة أنها كانت علاقة وطيدة جدا من زمان، بدليل أنه هو اختاره من ضمن كافة الدكاترة إنه هو اللي يعالجه من الفيروس. والله ما أعرف إيه طبيعة العلاقة خالص. هو الإبراشي صديقي من زمان وأنا محامي كذلك، ولكن أنا ما أعرفش هذه العلاقة ولا أعرف علاقات الإبراشي بالآخرين.